فاصل كنا بنتكلم على العلاقة العاطفية اللي مش هنتكلم عليها لان احنا ما نعرفش حاجة عنها، بس كل واحد بقى يقعد يتوقع او الناس تراهن بعض بقى اذا كانوا الجوز دول هيبقى في مشروع اجتماعي بينهم ولا لا ساعة ما يحبوا يتكلموا يتكلموا. انا هسألكم عن مسلسل مش حق مال، انا هسأل كل واحد فيكم ايه اكتر مسلسل عجبه في رمضان مش له ولا لاخته. عادي نقول يعني الله كل واحد حر. طيب انا اقول قول انا تحت السيطره، عاشقه لتحت السيطره وحاره اليهود. حق مايل بقى ولهفه وكده خلاص. انا يعني تحت السيطره وحاره اليهود دول اكتر مسلسلين لو ما شفتش الحلقه بتاعت بكره. يعني ايه اكتر حاجه عجبك تحت السيطره؟ انا تحت السيطره عجبني قوي التمثيل الطبيعي لكل الناس والقصة، حتى يعني حتى لو في ناس تيجي تفضل تقول انه المخدرات، ويعني بسمع في ممكن حد يبقى تلاقي حد سنه كبير يقول لك ده لا بيعلموه مش لا خالص، على فكره ده بيوعوا انه دي حاجه بتودي في داهيه. فانا عاجبني القصص كلها بتاعت كل الناس، يعني بتاعت نيلي كريم اكيد وبقيه الناس كلهم قصص كلها بجد يعني استاذه مريم نعوم دي ما شاء الله عليها يعني هايله لا هايله فعلا في الحوار ازاي بيحصل، يعني الكلام ده بيحصل يعني بيحصل كده ان ممكن بنت كده تبقى كده في المدرسه في يعني، وازاي مامتها وازاي هتتصلح يعني في ام كده وفي ممكن واحده مع طبيعيه وحقيقيه جدا. يعني وحاره اليهود طبعا برضو انا بحب الحاجات اللي فيها حاجه قديمه. فانا مستمتعه جدا بالتمثيل. حلو قوي. حسن رديت؟ طبعا انا كنت بصور اخر رمضان، اتفرجت اول يوم في رمضان بس كنت بس الحاجات اللي شدتني وحاسس انها حلوه تحت السيطره وبين السرايات. طبعا ايمي ودنيا عملوا اغنيه مع بعض، غنيتوا مع بعض رمضان ده في المسلسل في لهفه. خلينا نشوف الاغنيه دي. بيضحك بجد جدا لانه استاذ معتز التوني فرفوش بقى ده الفرفوش ده المخرج اللي فرفوش طلب مننا ان احنا معلش مالولنا ريش في المخد عايز يعمل اللقطه دي ان الريش يطير فقعدت اعمل كده ريش مطرش ريش مطرش هو فجالي كريست الضحك فبقيت لقيت ريش اهبل كده طب هاتوا ريش كتير طب يا جماعه ففضلنا نعمل كده فبصراحه جالنا كريز الضحك يعني. طب حسن رداد دنيا صوتها ما شاء الله جميل. كان لسه بيقول ما شاء الله. انا عايز اسالك مين صوته اوحش انت ولا ايمي؟ هو انتوا اتنين صوتكم وحش. انا لا. اوحش طبعا. انا عايز اعرف مين الاوحش. اصل هو له ذكريات معانا في البرنامج انه بيغني. ايوه صوتي واحاول خليتنا اغني للاستاذ الفنان مدحت صالح من غير مزيكا. ده صوته وحش جدا وهو وانا ما اعرفش وافقت ليه. طيب مين اوحش صوتك ولا صوتي؟ لا انا صوتي اوحش. لا انا اكيد صوتي برضو اوحش يعني هطلعه اكيد. لا 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 انا صوتي فنان.
لا طبعا انا بشعه بشعه انت صوتك وحش انا بشعه اتنين بتغنوا ما شاء الله مش هغني لا لا يا استاذه ارجوك لا انت النهارده في المسلسل التراجيديا حاسس لا انا ما عنديش اصل حاله كمان انا لسه هفوق ان شاء الله لا صوتنا صوتي انا تحديدا كمان وحش جدا ولما بنغني اغنيه الفيلم هو ما شاء الله يعني ابهرنا بادائه طبعا وصوته ابهرنا طبعا ده كده يعني انا كنت زي الهبلة فكويس يعني لما جينا نقول حتى اخترت انزل بقى يا حمي عشان اقول حاجه عبيطه يعني معلش ممكن حضرتك اقول حاجه عبيطه بس لا حسن صوته احسن كسرت الدنيا انزل بقى يا احمد دي ده الاغنيه عامله 20 مليون دلوقتي فيوز على اليوتيوب 20 مليون على اليوتيوب في 3 شهور لا شقيه قوي خلي بالك ده مديد انتوا في الغنى هو الفيلم كله كان جميل وحقق نجاح كبير خلينا نشوف الفيديو ده ونبقى نعرف ده من كام سنه يعني كده تعالي ايوه اهلا حبيبتي تعالي جنبي فكره دنيا فنانه كبيره قوي الشطار في المدرسه دوريني فاتوتا سلاسي سامورا دوريني فاصلدا في العسل فامي كان في واحدة ست عندها 12 بنت جم قالوا لها يا ماما يا أجمل ابتسامة عايزين ناكل توت عايزين ناكل توت لفت ماما في السوق بالعتبة لباب اللوق قالوا لها تصدقي ما في جنينة عم سلامة من إبريل أسيوط ومن ابريل اسيوط يا خضاري مي فاصل دو فطوطة بيقول ليكم بيقول ايه افتحوا ايدكو هيديكو يدينا ايه جوز ولوز ونلبس انا بس انتم انتوا عارفين طبعا فين ايمي فين ايمي وفين دنيا باين جدا ها باينه باين دنيا اللي على الشمال والأزعة ايمي والقصيره الأزعة هي ايمي ايوه وحوله ما شاء الله مش حور لا مش حور اللي هو الحلو لا ده حول يعني كده ليه يا بنتي اموره اهي وعامله قطتين ايوه جميله غلبانه بس دنيا بصي كانت قروبه يا استاذه والله كانت ست صغيره ايوه هي شاطره وانتي اتشطرتي بعد كده لا هي دنيا اكبر مني بسنه وبعدين دنيا فنانه من وهي صغيره انا مش فنانه خالص ما عنديش اي موهبه تماما زي ما حضرتك شايفه يعني كده يعني اوكي انا بنت سميه غانم فهاجي معاكم يعني اوكي هغني ليه ما انت حافظه هو شويه نص حافظه شويه دنيا لا دنيا شاطره ما شاء الله حافظه حاجات بابي وماما يعني حافظه كل حاجات بابي لغايه دلوقتي انا هتلاقيني حافظه جمل عاديه للناس شويه حافظه لكن هي حافظه اكتر من الناس دنيا عشان اكبر مني فهي كنت دايما ببص لها اشوف هي هتعمل ايه واعمل زيها يعني دايما بيبقوا السن ده كده لا قريبين من بعض بس هي كانت دايما بس هي كانت فنانه جدا وكانت شقيه جدا انا كنت هاديه جدا ولو حطيتيني في الدرج ونسيتيني هترجعي تلاقيني في الدرج يعني مفيش مشاكل بس لما كبرنا اتعكسنا بقى بقيت انا متشرده وهي بقت بريئه لو كنت شفت ابني في اللقطه دي قبل كده كنت يعني قلت دي هتبقى وزمان يعني شوفني وانا صغيره كده يعني لو كنت شوف الفيديو ده يعني كنت يعني تقييمك ايه للطفله دي طفله بلهاء جميله لا جميله زي العسل بهزر طبعا انت مسميني ايه حسن بس هو حسن هو صغير بيقلد افلام وبتاع هو بيحب ما هو بقى عامل زي دنيا يعني لما اتفرجت له على فيديوهات انا عندي فيديوهات عار برضو يعني وانا صغير الله يعني ده موهوب بقى يعني لا وكده تجيبها لنا وعنده لا يعني بيعمل ايه يعني بيقلد ويرقص ويعمل يعني ان شاء الله باظ هو عامل زي دنيا يعني اللي هو الفنانين وان هم صغيرين فنانين ويعمل يعني حاجات بقى مايكل جاكسون وهندي وكده ودنيا كانت بتعمل الحاجات دي انا بقول لحضرتك مش فنانه الحمد لله انا قاعده مع حضرتك كده زياره لا 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 يعني لا, لا, لا بس هي ايمي شكلها شقي يعني هي ملامحها شقيه تحس ان هي طفله يعني عارفه اللي هم اشقيه كده صغيره تحس ان ممكن تعمل ايه وليد ايه لا بس هو في السن ده فعلا بتلاقي يعني الاخ الاكبر او الاخت الاكبر ليدر شويه والتاني بيقلده بيشوفه يعمل ايه يعني طيب
خلاصة تقول انه احنا عندنا جيل من الفنانين اللي بقوا نجوم في السينما وفي التلفزيون، عندهم الشجاعة ان هم يغيروا، عندهم الشجاعة ان هم يجربوا. ايمي سمير غانم كان ممكن تعيش كمان 3 4 5 سنين في الكوميدي بس وما تهوبش ناحية اي حاجة تانية. يعني اولا هتعمل اعمال ناجحة، هتكسب فلوس، هتبقى متواجدة ومطلوبة، ومش مطلوب منها ان هي تجرب، انما جربت وهي في عز نجاحها في الاداء الكوميدي. كذلك حسن الرداد كان ممكن يعيش الاكشن والكوميديا حبه طويله جدا، هما الاثنين قرروا يجربوا. لما يبقى في دويتو او ثنائي يبقى عنده الشجاعه ويبقى عنده الجراه ويبقى عنده حب المغامره ويعمل عمل بجد يحوز على مشاهده وعلى اعجاب وعلى تواجد في شهر صعب دراميا زي شهر رمضان، يبقى لازم نفرح بيهم ونبارك لهم ونقول لهم كل سنه وهم طيبين في ايام العيد. حسن الرداد وإيمي سمير غانم هو الدويتو الناجح، الدويتو الفني الناجح اللي انا بتكلم عليه. الحاجات التانية دي ماليش دعوه بيها. كل سنه وانتم طيبين. على بوليود على طول. انا مشكلتي صعبه، كنت عامله استعراض جمباز. كنت ناويه حاجه وبعد كده غيرتي السكه. يا حضره العمد ابنك حبيبي حبيبي بندي وقعت على صدري ضحكوا عليا زملاء دول بندي. ده الاغنيه طويله على فكره، اغنيه ملحميه. كانوا لي